طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Ndiwodala anthu amene akuva maamungu ndi kuasunga. So Yohane mbatizi anaphunzitsa ophunzira ake. Pamene mupemphera muziti: Atate wathu wakumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike monga kumwamba chomwecho pasi pano. Mutipatse ife chakudya chathu chalero, ndipo mutikhululukire ife machimo athu monga ifenso takhululukira otichimwira. Musatilole ife kuti tiyesedwe, koma mutipulumutse kwa oyipa. Kalekale anenera analemba mmalemba kuti Mulungu adzatumiza Mesiya kuti adzapulumutse ochimwa ndi kuwayanjanitsa ndi Mulungu. Moyo wa Yesu ukuonetsa poyera kuti yedi ali mpulumutsi amene Mulungu analonjeza utumiza mdziko lino. Mneneri Yesaya analemba: namwali adzayima ndipo adzabala mwana wa mamuna. Ndipo zinachitikadi. Mulungu mwamphamvu yake anapangitsa Maria kukhala woyembekezera akadali namwali. Ndipo anabala Yesu. Monga kunalembedwa mmalemba, chozizwa chakubadwa kwake chinali chizindikiro kuti mwanayu anali Mesiya, amene Mulungu amutcha mwana wake. Pamene anthu anaona Yesu, anaona chikhalidwe ndi mphamvu ya Mulungu yochiritsa anthu ndiponso kukhulukira machimo awo. Ndipo anawalonjeza malo mu ufumu wake wamuyaya. Yesu anapereka sembe moyo wake ndi kulandira chilango mwalo anthu onse. Kenaka anaukaso kwa kufa kuonetsa kuti mphamvu yake ndi yayikulu koposa mphamvu ya ifa. Moyo wake unafanana ndi zomwe aneneri analemba. Moyo wa Yesu unatsimikiza kuti mawu oyera a Mulungu ndi owona komasosa sintha. Yesu mwini wake anati: thambo ndi dziko zidzapita koma mawu anga sadzatha. Pachiyambi Mulungu analenga mamuna ndi mkazi kuti akhale wokondwa pamaso pake.
koma sana mvera malamulo a Mulungu. Chinthu ichi chidawalekanitsa ndi Mulungu. Malemba zalembedwa kuti anthu onse anachimwa ndipo zotsatira za uchimo ndi imfa. Anthu omwe anachimwa sangakhale mchiyanjano ndi Mulungu. Koma monga momwe Mulungu anapereka mwana wa nkhosa kufa m'malo mwa mwana wa Abrahamu, momwe monso anatumiza Yesu Mesiya kudzafa m'malo mwa dzukulu wa Adamu. Moyo wake, imfa yake ndi kuuka kwake anabweretsa chiyanjano pakati pa Mulungu ndi onse omwe amkhulupira Iye. Choncho iwo amene amtsatira Yesu adzathawa chilango ndi kukhala ndi Mulungu kwamuyaya. Pamene Yesu anauka kwa akufa, anati kwa ophunzira ake, anthu adzalalikira mdzina langa kumafuko onse kuti Mulungu amakhulukira machimo a iwo amene alapa ndi kutembenuka kwa Iye. Yesu anatinso adzatumiza Mzimu Woyera kuti akhale ndi ophunzira ake kuwaonetsera choonadi ndi kuwapatsa mphamvu yotsatira njira ya Mulungu. Pamene mkazi wochimwa uja analapa machimo ake ndi kuyamba kutsatira Yesu, Yesu anati, machimo ako akhulukidwa, chikhulupiro chako chakupulumutsa. Yesu anati, pamene anthu amkondadi Mulungu, ichi ndicho chitsimikizo chakuti Mulungu wakhulukira machimo awo. Yesu Mesiya adayitana anthu kuti amtsate. Pamene chigawenga chapamtanda chinakhulupira mwa Yesu, chidampempha kuti achipulumutse. Yesu anati, lero lomwe lino udzakhala ndi ine mparadaiso. Iwo amene asankha kukhala okhulupira a Yesu akhoza kuyamba ubale wawo pogwiritsa ntchito mawu awa. Mulungu ndinu woyera ndi wokwezedwa. Ndikuthokozani kuti mmandikonda. Ndikumva chisoni kuti ndalephera kumverani ndipo ndachimwa. Ndikuthokozani kuti munatumiza Yesu kufa pa mtanda m'malo mwanga ndiponso kuti anauka kwa akufa. Ndikuthokozani kuti munazunzika chifukwa cha machimo anga. Ndikufuna kukutsatani ndipo ndikukulandirani monga mpulumutsi ndi mbuye wanga. Ndikuthokozani kuti mwakhulukira machimo anga ndipo mwatsegula njira kuti ine ndikhale ndi inu kunthawi zonse. Ndikupemphani kuti mundipatse mzimu wanu woyera kuti akhale ndi ine kunthawi zonse. Andipatse mphamvu kuti ndikukondeni ndi mtima wanga wonse kukhala moyo woukondweretsani. Ndipololani kuti anthu akutamandeni kulikonse mʼdziko lonse. Amen. Yesu ananena za ophunzira ake, khosa zanga zimamva mawu anga, ndimazidziwa ndipo zimanditsata. Wotsatira Yesu amakumana pamodzi, amalankhula mawu ake m'malemba. Amafunitsitsa kutsatira chitsanzo chake ndipo amauza ena za Iye. Yesu anawatsogolera ndi kuwapatsa mphamvu kudzera mwa mzimu wa Mulungu yemwe amakhala mitima yawo. Amasunga zomwe Yesu ananena kwa ophunzira ake pamene amakwera kumwamba kumpando wake. Mphamvu zonse zapatsidwa kwa Ine kumwamba ndi dziko lapansi. Onani Ine ndili ndi inu nthawi zonse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano.